صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم يا رب. النهارده بقى الجمعة وكنت عايزة اعمل يوم الفريق جمعة، فقلت اوزن الاول. انا كنت 85 خلال الاربع ايام اللي فاتوا، كنت 85 و800 جرام، فانا دلوقتي طلعت على الميزان لقيت نفسي 84 و800 جرام، فكده يبقى احنا خسرنا كيلو. فرحت جدا جدا بالنزول ده يعني في الاربع ايام الحمد لله، والنظام مشبع جدا ومش قاسي ولا حاجه. كل الفكره ان احنا بنخلي بالنا من السعرات، بنخلي بالنا من الكميه. ففرحت جدا وطلعت تاني مرتين لقيت نفسي 84 و300 جرام، يعني حسيت حوالي مش كيلو بس، كيلو ونص. فالحمد لله طلعت كذا مره لقيت نفسي 84 و300 جرام بعد ما كنت مفكره كيلو، لا طلعت كذا مره كمان بعد لما قفلت الكاميرا، ففرحت جدا الحمد لله. فانا هاوز ان شاء الله معاكم كل جمعه، تمام؟ اللي حابب ياخد فري بقى الجمعه السبت اللي يريحه ويمشي معايا عادي في التحدي عادي خالص. نظامنا حلو، والحامل واللي بترضع وبصوا يعني عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه تقدر تمشي عليه لان النظام مش قاسي خالص خالص، تمام. فانا كده بقى وزنت، وبعد ما وزنت دخلت كده قلت اعمل فطار ليا، قلت اعمل بقى ايه، كان نفسي في وافلز، فقلت بقى ايه اعمل ليا، عشان كنت عامله السمسمه عمار حلو، بس انا قلت اعمله ليا حاد وفي نفس الوقت اعمل شوفان. انا طحنت الشوفان قدامكم، بجيبه كده بالحب وبطحنه. المقادير ايه، سهله جدا، اكتبها لكم على الشاشه عشان لو حد عايزها. كوبايه ونص من دقيق الشوفان او دقيق تطحنيه في البيت يعني، ونص كوبايه ميه، وربع كوبايه لبن خالي الدسم، ومعلقتين زيت وبيضه وملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا وشويه سمنه، وحطيت بذور شيا وحطيت بذور الكتان. عندك البذور دي حطي، مش عندك خلاص مش مشكله. جنين قمح حطي، يعني الحبوب حطي منها عادي مفيش اي مشكله منها يعني. بس كده بنات، هي دي المقادير، بصوا سهله جدا جدا مفيش اي حاجه. هكتبها لكم بقى وخدوها كده سكرين شوت وسيفوها واعملوه حلو قوي. حابه تحطي دقيق اسمر مع دقيق الشوفان برده مفيش مشكله، هيبقى حلو برده. مش عايزه تحطي دقيق شوفان تحطي دقيق اسمر برده حلو، ده او ده عادي يعني، المهم يعني يكون ايه حاجه صحيه. الطريقه بقى ان احنا اول حاجه بقى ان احنا هنعمل البيضه كده، هنضربها كويس وهننزل بقى عليها بالسوائل، يعني هنضرب السوائل كلها مع بعض، البيض اللبن الميه وكمان الزيت بس كده. فاحنا حطينا بقى السوائل كلها كده على بعض وهنضربها كويس، وبعد كده هننزل عليها بدقيق الشوفان، وهنحط كمان على دقيق الشوفان معلقه بيكنج باودر، نسيت اقول لكم عليها يعني في الاول. بس والبهارات بقى والبذور الشيا والبذور الكتان كل ده هنحطه ايه مع بعض، وهنفضل كده نضرب بقى لحد لما الخليط يتكون يعني معانا. بصوا بقى يا بنات، بعد لما عملت الخليط كله خلاص، هنا هتحس ان هو خفيف شويه، بس لا، خليط الشوفان بالذات بتلاقوه بيتخن بعد شويه، يعني ما تفكروش ان هو تخن كده او ان هو سايب، لا هو بتستني عليه شويه بتلاقيه تخن، وبتزودي له كمان ميه. انا حطيت بقى هنا الكميه في الجهاز الوافد، وده بقى شكله، اخدت منه قطعه مع جبنه ملح خفيف وخيار. الفطار جيت الاقي الفيديو ما لقيتهوش، شكلي يعني صورت من غير ما اضغط ان هو تسجيل يعني، معلش بقى تربكة العيال والكعبله اللي انا فيها. بصوا بقى هنا بعد لما الاتنين دول خلصوا، بصوا بقى الكميه تخنت ازاي، انا هزود لها بقى ميه وهضربه تاني وهيرجع اخف تاني، فهكذا يعني، تمام. بس كده، هي دي طريقه وافل الشوفان، سهله قوي، جربوه. زي ما قلت لكم ما عندكوش دي شوفان، دي اسمر كله تمام، بس طبعا بلاش دي ابيض. بس كده، فده كان دي ده كان وافلز الشوفان. بصوا بقى هنا، قلت بقى اخد وجبه فري، عملت الغدا النهارده وجبه فري، عملت بيتزا، كانت سمسمه عايزه بيتزا، وعملت هنا بطاطس اللي كنت جايباها قبل كده معاكم في المشتريات.
حلوة قوي البطاطس دي، نوعها دايما عليها عروض بدل 25 ب17. وهنا دي سلطة البطاطس، عملتها بالبزلة والمايونيز وشوية ذرة، فكان الغدا حلو. وغير كده كمان قلنا نطلع ناكل في البلكونة كده في الهوا، وبعد لما اتغدينا اخدتهم ونزلنا قلنا نروح يعني نفك شوية عشان كانوا زهقانين شوية، فاخدتهم ورحنا بعد ما اتغدينا بقى وخلصنا يومنا وكده في البيت، رحنا مول سان ستيفانو، دخلتهم في الملاهي لعبوا كده فيها شوية، وبعد كده بقى روحنا. فهسيبكم بقى مع الجولة دي، وبعد كده ان شاء الله هرجع لكم لما اروح البيت. هنا بقى الحمد لله كنا خلاص وصلنا البيت، قلنا بقى كده غيرنا وخدنا حمام وعملنا كده دنيتنا، يعني ظبطنا دنيتنا. وبعد كده بقى ايه نيمتهم، واخدت كده ثمره مانجا قلت هاكلها وانام، لاني ما كنتش قادره فعلا، عملت حاجات كتير ونزلنا وكده، فانا قلت هاخد ثمره المانجا دي وبس كده. الحمد لله كده كده الحمد لله احنا نازلين في الوزن يعني، فانا الحمد لله برده ما لخبطتش كتير، غير هي وجبه الغدا احنا اتغدينا عشان خاطر ما لخبطش واحنا بره يعني. فالحمد لله اليوم كان حلو، وانتوا يا رب يكون يومكم دايما حلو، واكتبوا لي في الكومنتات اليوم عجبكم، وكملوا في التحدي يا بنات، وان شاء الله مستمرية معاكم الايام الجاية بإذن الله، واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.